انا تنحلفكم بالله يكون نموت لكم في الرباط ودفنوني في الارض ديالي ما تلقاو، خاصكم تمشيو تجريو حتى الفاس باش تدفنوني في البلاصه اللي خلات ليا الوالده. اولا مكناس راه واحد السيد ما لقاش باش يخلص الوليدات ديالو القرايه، قلت له واحد السيد من الاسره ديالي نشريو منه واحد البقعه وغيشريها حتى واحد وانت خلصها نبقى نعطيك شويه بشويه. ترحب لكم بالله ولا كذبني شي واحد، راه المحافظه العقاريه انا كنقول المحافظ العام يخرج كل شيء الممتلكات ديالي وما نخبيش عليكم امك وبلاتي. دابا هما هادشي قال لك هذا ما هادشي كله ما دارش حتى دار. صحيح انا ما درتش حتى دار الحمد لله، طبعا انا ساكن مع المراه ديالي انتم عارفين هادشي، كنتمنى نبقى ساكن معها. ما تعرف يا الزمان هادي. الله يسمحنا منا الله يسمحنا منا. الا قريتي التاريخ ديال الحكومات غتشوفوا باللي كل حكومه تجرات وحيدت الدعم الا وطاحت. وانا بصراحه اعانني الله باش نقولها بكل وضوح، لانه في الوقت فاش بديت انا كنرفع الدعم بدا الثمن ديال البترول كينزل في العالم. كنا في 117 واحد الوقت، رجعنا ل 112، رجعنا ل 105، رجعنا حتى ولا ب 40 دولار للبرميل. لو كان ماشي داك الشيء راه دابا هاد الهضره هادي كانوا شحال هادي كيقولوا بن كيران هو اللي حي الدعم وتيبغي. دابا قلنا لهم واخا حي ردوا انتم الدعم ردوا، خرج فوزي القجع تيقول لا راه ما يمكنش نردوا الدعم، الا ردينا الدعم راه غادي ما غيبقى عندنا لا تعليم لا صحه لا والو. خرج اخ نوش تيقول لا الا ردينا الدعم غنتقبل الميزانيه. دابا خرجت داك مدام العلاوي قلتي لها هي ما سميتكش العلاوي ديك سميت راجلها، خصها تعرف اللي في الاسلام المراه كتستضيف نيتها ما كديرش سميت راجلها، مدام فلان هذيك عند الاوروبيين. ماشي عند خرجت كتقول ما يمكنناش نردوا الدعم، ما عندناش الامكانيات ديال داك الشيء. ماشي ما يمكنكمش تردوا الدعم، ما خصكمش تردوا الدعم، وان خصكم تفكروا في المواطنين. انا ماشي كنقول انا اللي حيد الدعم باش نفتخر، كنفتخر انه حافظت الدوله، لانه واحد القضيه الاخوان المغاربه سمحوا لي انا ملي كنفكر فيكم تنفكر اولا في الدوله ديالكم، لانه الدوله ديالكم الا بقى الدعم منين غتخلصوا؟ غتخلصوا من جيوبكم انتوما. واش الدوله كتولد الفلوس؟ الدوله عندها المال ديال الشعب، ضرائب والايرادات ديال الفوسفات والشركات والخارج وهذا الشيء اللي كاين. يعني المغاربه المقيمين في الخارج بالمناسبه كنحييهم فهمتيني ولا لا؟ يعني هذا هو هذا الشيء اللي كاين. وان الا كانوا عندها الفلوس تقدر تدافع انت وياها، والا ما عندهاش اش غدير؟ لا تدافع انت وياها غادي تخربها وتخربك. هذا الشيء اللي كاين، وهذا الذي جنبتكم اياه الحمد لله. ولكن ماشي غير هذه، التقاعد لو كان ماشي انا صلحت التقاعد 2023 والله لا شديتو فرق المتقاعدين، ولا ديك الساعات الدوله غتاخذ من الاجور بقوه القانون، حيت كاين قانون كيقتضي ملي ما يبقاوش الفلوس ديال التقاعد غادي تاخذ الدوله من الاجور بمقدار ما تحتاج باش تخلصوا التقاعد ديالكم. طبعا هذاك داك 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 القرارات اللي خديت انا هي مؤلمه، وانا ما عنديش الوجه باش نجي نقول للناس غنحيد لكم الدعم وفي نفس الوقت ما نقش لكم القدره الشرائيه. خصني نكون كذاب، وانا ما يمكنش نكذب. ماشي انا اللي قلتها، العروبيه اللي كيقولوها تيقول لك اللهم قاصح ولا كذاب. انا جيت قلت لكم الحقيقه، ولو كان ما عجبكمش داك الشيء ما تصوتوش عليا في 2016. علاش صوتوا عليا ديك الساعات؟ صوتوا ضدي وهنيونا، علاش غنزيدوكم بعد 5 سنين ديال سعد الدين العثماني كون ريحناكم ومشينا في حالتنا؟ مادام صوتي ومعناه كنتيو فرحانين وعاجبكم الحال وعاجبكم العداله والتنميه وعاجبكم عبد الاله بن كيران. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.